في حلقة حوار الساعة سنلقي النظرة الأخيرة على صباحاتنا التي خسرت قلماً، خسرت ورقاً، وخسرت فكراً. هو السفير. أستاذ طلال سلمان، أهلا بك في الميادين، وشكرا أيضا لاستقبالكم لنا في مكتبكم في صحيفة السفير. طبعا نحن نسجل هذا الحوار والسفير قد أقفلت أبوابها، لم تعد تصدر أي أعداد ورقية وغير ورقية. أنت كنت تقول دائما أن السفير هي صحيفة مقاتلة أو جريدة مقاتلة، هل أنهكك القتال واستسلمت؟ لا لا، إن شاء الله ما بنستسلم أبدا يعني، بس هكاني الإنفاق على السفير، ولكنني يعني سأكمل الكتابة، سأكمل بوسائل أخرى يعني، بالوسائل المتاحة يعني. أنا قبل هذه المرحلة، ابن هذا الوطن العربي الذي فرض عليه البؤس وفرض عليه التردي وفرضت عليه الهزيمة، فرضت عليه أثقال لم يكن يتحسب لها. ربما كانت أحلامنا أعرض وأكبر وأثقل من أن نستطيع أن نقوم بها، ربما كانت أحلامنا أعرض بكثير من قدراتنا، ربما كانت آمالنا وهي جليلة وعظيمة وتستحق التضحية، ربما لم نكن مؤهلين وجاهزين، كانت حماستنا أعظم من قدراتنا، وكانت مفارقة بين الحماسة والقدرات. هذا خطاب هزيمة أستاذ طلال. لا لا لا، يعني تتحدث عن طموح، عن أحلام قبلها واقع مغاير تماما، يعني لم يتغير على مدى 43 عاما. لا، تبدل طبعا، تبدل الأسوأ مع الأسوأ. يعني كان في مثل بتاريخ الأمم جميعا في فترات نهوض، وبعدين في انتكاسات وفي هزائم، وبعدين بترجع الأمم تلملم جراحها وبترجع تعرف طريقها وبترجع تنهض. يعني عشنا لحظات النشوة بالانتصارات وبالصد العدوان الثلاثي والانتصار عليه، إقامة الدولة الوحدة لأول مرة بتاريخ الأمة بالعصر الحديث، وطبعا عشنا الانتكاسات، وبعدين عشنا ثورة اليمن مثلا، ثورة الجزائر، انتصار ثورة الجزائر، انتصار الثورة بليبيا. لا، عشنا سنوات يعني فيها، وبعدين إجا مسلسل الهزائم المتوالية اللي يرد على الانتصارات اللي صارت. الحقيقة يعني في عدو زرع في قلب الأمة في غفلة منها أقوى بكثير من قدراتها في تلك اللحظة، اللي هو العدو الإسرائيلي، زرعته قوى الاستعمار والهيمنة الأجنبية متواطئة مع أنظمة متخلفة ورجعية و بدوية، يعني ما إلها علاقة بالعصر، ما إلها علاقة بالمدنية، ما إلها علاقة بالأفكار، ما إلها علاقة بالقيم، ما إلها علاقة وكان الصراع غير متكافئ، في شعوب ناهضة ويعني عندها الإرادة تتقدم، عندها الإرادة تتعلم، عندها الإرادة تعرف تفهم العالم، وأنظمتها بشكل عام أنظمة قمعية، أنظمة معادي للشمس. يعني أستاذ طلال، أزمة السفير اليوم أنت تضعها في إطار أزمة
منطقة أو أزمة وطن عربي بشكل عام، ليست أزمة فردية تتعلق بمؤسسة صحفية لبنانية لديها رسالة، لديها صورة، لديها طريقة في التعبير عن الرأي، عن النفس، إنما هي تتعلق بأزمة أكبر، يعني أزمة عربية يعيشها الآن وطننا العربي. يعني صدرنا نحن في 26 آذار 1974، صدرنا مباشرة بعد انتكاسة حرب 73. بس كانت حرب 73 يعني مصدر جديد للأمل، إنه في الجيش المصري بدأ يسترد سيناء وحطم خط برلاب وتقدم، وكان الجيش السوري وصل تقريبا إلى يعني ضفاف ما يقرب من ضفاف بحيرة طبرية. وبعدين صارت الخيانة وصارت التراجعات وصار، فإذا القدرة كانت موجودة بدليل إنه الجيش المصري قدر يعبر ويتصدر الجيش الإسرائيلي ويهزمه، والجيش السوري قدر يتصدر الجيش الإسرائيلي ويتقدم. طبعا بعدين الدول والأمريكان والغرب عموما دخلوا وغيروا مسار الحرب، والغفلة العربية والتواطؤ العربي والخيانة، ما بقدر سميها إلا الخيانة يعني، والتفريط تبع السادات اللي يعني اعتبر أنه القفزة هي بتكفي لحتى يعمل معاهدة صلح. فإذا قدرات الأمي أكبر بكثير من النتائج اللي تحققت. يعني لما دعيت الأمي، لما سمح لها أن تقاتل، قاتلت وقدرت تنجز. بعدين التواطؤ صار تواطؤ سياسي. إذا في من تآمر على قدرات الأمي وأجهضها، يعني أجهض النصر. وبالتالي وما زال هذا التواطؤ مستمرا لغاية اليوم. أكيد كل مرحلة فيه. هل يعني اتخذ شكلا أسوأ في هذه المرحلة؟ أكيد. يعني مثلا نحن بال 74 صدرنا، كان بعد اذا بدنا نقول ترددات الحرب بعدها موجوده بأذاننا يعني، وكان بعض الانحراف لم يتم للاخر، بس وكان في حركه وطنيه وكان في حركه شعبيه ناهضه، وكان في اتحاد وطني لطلبه لبنان، وكان في حركه الوعي، وكان في اتحاد وطني لنقابات العمال، كان في البلد ينبض بالحيويه والحركه وأفكار تقدمية وأفكار مشعة بالأمل، وكان في مقاومة فلسطينية كمان بعدها متعافية إلى حد ما، ضايعة عن فلسطين بس يعني كنا مفترضين أنها في الطريق إلى فلسطين. فهذه اللحظة اللي استدرنا فيها كان بعد يعني في الأمل متأجج ومشع. الآن فقد الأمل يعني. نعم. الآن فقد الأمل. لا. خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لأنك تتحدث لا. كثيراً لأن فلسطين هي البوصلة بالنسبة للسفير. الآن فلسطين هذه القضية لم تعد بخير أستاذ طلال. طبعاً لم تعد بخير، القضية بتضل متوهجة بتضل موجودة. يمكن قياداتها يعني انكفأت، تراجعت، انهزمت، تخاذلت، اللي بدنا نسميه، بس شعبها بعده فتيان وصبايا صغار وكذا، وبعضهم بالحجارة والسكاكين صغيرة بسكاكين المطبخ. هذا شعب حي وعظيم ولا يمكن أن يستكين. هلا تجي فترات بيكون في النهوض بيكون أوسع، نعم، وبيكون المناخ العام، المناخ العربي العام مساعد أكثر. تجي فترات في هبوط في الخارج بيأثر على الداخل، بس غالبا فلسطين بتضل هي المشعل وبتضل هي الحافز والرمز. فنحن في فترة يعني يمكن ما بين بين يعني ما بين فترة نهوض انضربت وتراجعت وتهاوت إلى حد كبير، وفترة نهوض جديد بعدها ملامحها لم تتكون بعد، يعني قيد التكوين. طيب هذه الأزمة العامة للسفير أو الأزمة المرتبطة بما هو أكبر من صحيفة طبعاً. فقط صحيفة لبنانية عربية طبعاً. إنما فلندخل أكثر في التفاصيل التي يعني هي كواليس. طبعاً نحن نبحث في الأسباب كما قلت أنا سابقاً، إنما النتيجة هي واحدة، فقدنا السفير. ولكن هذه الأسباب التي ذكرتها أستاذ طلال هو مسألة المالية، يبدو أنها هي المسألة الأساسية في اتخاذكم لهذا القرار. لماذا فشلتم في إيجاد بدائل تؤمن مدخولات، يعني مدخول للصحيفة لكي تستمر؟ شوف إذا نتكلم بصراحة، يعني المداخيل الرئيسية للصحف الشرعية مداخيل طبيعية، إعلانات يعني إعلانات وبيع واشتراكات. نعم.
بالسنوات الأخيرة الإعلانات في تراجع يعني مخيف. منذ أن صعدت المواقع الإلكترونية يعني لا لا تقريباً؟ أولاً كان لبنان مأزوم وسوريا عم تدمر والعراق يدمر. منذ أن بدأ الربيع العربي يعني ما يسمى بالربيع العربي. الجحيم العربي. فشركات الإعلانات الكبرى والأساسية ارتحلت إلى دبي. نعم. وبالتالي إيرادات الإعلانات بمجملها هبطت. نحن لم نكن الزبون المفضل عند شركات الإعلان لأسباب سياسية. فهذا الإعلان بمعظم شركاته أجنبية أصلاً لها وكلاء محليين. بس هذا يعني توجهات رأسمالية بطبيعة الحال توجهات رأسمالية. كان يقال لي مع بدايات السفير يعني أنه أي الجريدة ناجحة بس جمهوركم فقير. أنه كيف يعني جمهور لا يستطيع ابتياع يعني هذه بمنطقه هو أنه صحيح أنتم بتوزعوا جريدة أولى بس أنتم جمهوركم جمهور فقير. أنتم وين بتوزعوا بالجنوب بالضاحية طرابلس وكذا أنتم ما بتوزعوا البضاعة اللي بسيدة بدها ناس أغنية وكذا بالآخرين. نعم. وهذه ذريعة لأنه يفترض أنه الإعلان بيلحق المبيع بيلحق التوزيع مين الأكثر رواجا مين الأكثر مبيعا بيروح الإعلان عنده. الإعلان سياسي حتى لو كان تجاري عمليا سياسي. فطبعا حوربنا إعلانيا حرب شعواء يعني لغاية 90-92 يعني كان صرعون 28 سنة تقريبا حتى اجى أنطوان شويري واخذ يعني بعد مطاردة يعني شرسة حتى قبلت اني اعطيه السفير كوكيل اعلانات. ورغم ذلك نلنا اقل من نص حقنا من الاعلان. لانه مثل ما قلت لك الاعلان سياسي يعني بالماضي والحاضر والمستقبل الاعلان سياسي بالدرجة الاولى وغربي اساسا. بس استاذ طلال عفوا يعني معروف في لبنان أن الصحف لا تمولها الإعلانات يعني لا يمكن أن تقوم هذه المصادر التي ذكرتها أنت الإعلان البيع والاشتراكات بتمويل أي صحيفة في لبنان. التمويل الأساسي هو التمويل السياسي. وطبعا أنا لا يعني لا أخبرك شيئا جديدا عندما أقول لك ما حكي في الآونة الأخيرة عن أن أزمة السفير بالدرجة الأولى هو غياب المال السياسي. إلى أي مدى هذا صحيح؟ طول عمره غايب عنا المال السياسي. المال السياسي يعني خدم بفترة بمعنى أنه خلال الحرب كان في مال سياسي كتير عم يعني موجود بالبلد وأطراف متعددة كانت عم تتبع مال سياسي. أنا بعترف أمام الله والناس يعني بالفترة العصيبة الأولى الأساسية يعني ما في شك بالإخوان بليبيا ساعدوني يعني ولا سيما في شخصين يعني دائما بتذكرهم بمنتهى الصدق والافتخار فيهم اللي هن اللواء ابو بكر يونس اللي كان قائد الجيش والاخ صالح الدروقي عقيد اللي اجى قائد قوات الليبي بالقوات الردع العربيه وبعدين اجى سفيرهم ببيروت. هودي اولا اصدقاء وبعدين مؤمنين بدور السفير وطبعا بعتقد مغطيين بقرار سياسي من العقيد القذافي يعني اللي الله يرحمه يعني لذلك يعني نشرت مقابلتين للعقيد قذافي في العدد الاخير الذي صدر يعني وفاء يمكن ما لا هو يعني اخذوا مجمل الاعداد واختاروا. العقيد القذافي انا عرفته قبل السفير بثلاث سنين ونص تقريبا يعني انا اول مره شفته بتسعة كانون أول 1971 وشفته عم بيقطف زيتون هو وأعضاء مجلس قيادة الثورة وعسكر وكذا والأخير كان عم بيحاول يحرض الليبيين على قطاف الزيتون لأنه يعني ما كانوش كتير يهتموا بالزيتون. كنت معجبا به بالقذافي؟ نعم معجب فيه بالطور الأول يعني لما قام بالثورة ولما بعدين بعد 73 لما بلش رحلته الفكرية اللي قادته إلى يعني غياهب ودنا تاني يعني غادر إذا بدنا نقول غادر أفكاره القومية وأفكاره وراح أممي صار يعني عالمي وصار تائه في
في دنيا من الأفكار والأحلام والأوهام يعني. بس رغم ذلك يعني كان في تمويل ليبي أو كان في مساعدة ليبية للسفير في هذا الوقت بعد 73 يعني خلال نعمل لي مجموعة من العقود الإعلانية طبعاً 3/4 لم ينفذ، نعمل مجموعة من الاشتراكات المبالغ فيها و3/4 لم ينفذ، بس إجمالاً كان في سند ما بحدود معينة، وكان في يعني الصمود أعطانا معنويات كبيرة. نعم. الصمود خلال الحرب الأهلية. الصمود بوجه الاجتياح الإسرائيلي. نعم. في أزمة، هل هناك أزمة مع يعني لدى السفير مع محور المقاومة؟ لا، أعوذ بالله. أولا خلينا نفصل شوي محور المقاومة مع حزب الله بشكل لا خاص. أعوذ بالله. في اولا يعني اذا بيسمحوا لي الاخوان بالحزب وبرات الحزب، في السيد حسن نصر الله بالنسبه لي هذا قائد عظيم من قاده الامه العربيه في تاريخ الحديث بالتاكيد، وهذا حقه، انا لا اجامله ولا اعطيه من غير حق. هذا قائد بطل من ابطال الامه في تاريخ الحديث، هذا بطل بموازات صلاح الدين، بموازات قادة الفتح العربي. هذا يعني تلميذ للإمام علي بن أبي طالب، تلميذ مخلص لرسول الله، تلميذ مخلص للرسالة، تلميذ لأبو ذر الغفاري، تلميذ لكل القادة العظام اللي صنعوا مجد وتاريخ هذه الأمة. فهذا بطل تاريخي نفاخر به كعرب، ويمكن يفاخروا فيه كل أحرار العالم، يفاخروا كل المسلمين في العالم، كل شرفاء العالم بالتأكيد. انطلاقا من هذا التقدير كان يمكن أن يكون هناك، لأنه حكي عن عروض للمساعدة، أو يعني أنت توجهت أو زرت السيد حسن نصر. طبعا أنا كنت لا يعني للحديث في مسألة السفير. لا أنا زرته، أنا كنت أولا كل سنة أشوفه مرتين أو ثلاثة، كان يشرفنا أنه يخصنا بالحديث، يعني معظم أحاديث السيد حسن نصر الله أعطيها للسفير. وزرته لما كنت ناوي أسكر، رحت لعنده حتى يعني بس أبلغه، حتى ما يعرف من الآخرين وحتى ما يعرف بوسائل الإعلام، فرحت أستأذنه بالانصراف يعني. وطبعا كان متأسف وكان حزين يعني لهذا الخبر. وبعدين رتبنا أمورنا بشكل أو بآخر، يعني أولا بعنا المطبع للشريك اللي كان معنا. يعني بعنا المطبع، مطبعتنا بعناها. وبعدين بالفترة الأخيرة أو الست أشهر الأخيرة في عندي أراضي بالباع، يعني رهنتهم لبنك التمويل، وهذا معروف يعني مش سر حرب. بعدين نزفت خلص، يعني استنزفت كل ما عندي من موارد. بس أنا أولا لا أقبل إطلاقا أن يوضع السيد حسن في موضع انه هو قصر معي او انه حزب الله قصر مع السفير. لا هني عرضوا ولا انا طلبت، وانا اجل السيد حسن من انه يكون عم ببازر السفير او عم يدفع فلوس للسفير. نحن موقفنا من المقاومه موقف مبدئي، موقف سياسي وطني عربي قومي اخلاقي. ويعني اذا بقدر ادعي تجاوزا انه نحن بشرنا بالمقاومة من قبل أن تولد المقاومة. نحن وقفنا مع المقاومة الوطنية وبشرنا فيها، وقفنا قبل ما تتبلور المقاومة الإسلامية. بعد الفاصل سنتحدث كثيرا أكثر عن السفير وعن ماذا فقدت الصحافة العربية مع غياب هذه الصحيفة العريقة، ولكن إذن بعد الفاصل مشاهدينا أبقوا معنا. علينا الدنيا بعد 23 سنة، بلشنا ووصلنا لهون وقفلنا، وبدها تستمر بطريقة تانية أكيد، يمكن بصوت كل واحد فينا، بصوت كل واحد اشتغل بالسفير. قد ما كانت تجربة صعبة التركة هلأ،
كثير احلى انه مرقنا فيها لهي التجربه. ما في لها دعم ودوله غايبه كليا عن الصحافه والاعلام. بتوقف السفير اليوم بس هي وقفت هي وبالقمه. بس انا ما بعتقد انه هيدي اي شيء مشابه لها بيكون نهايه مطاف. كل شيء ممكن ينبنى عليه اذا كان وليت لاسماء كبيره وليت لافكار وليت لمبادرات. وانا من المؤمنين بالعمل التراكمي. السفير تاريخ بكل من فيها حقيقه، على صعيد لبنان، على صعيد الوطن العربي، على صعيد فلسطين، على صعيد المقاومه. السفير ابدا ما بتسقط، وهي معلم وهي مرجع طبعا، وهي خط وطني يعني قائم بحد ذاته. وطبعا اسم السفير بقي بقلبنا، بقي بوجدانا، بعقلنا. قضينا من العمر تلتين العمر هون تقريبا. للاسف عم نودعها، للاسف عم نفقد هيك مطبوعه بوقت نحن يمكن بامس الحاجه للكلمه، كلمه الحق اللي كثير ما عم تنقال هلا. بالاخر في اخر وفي وقت فراغ. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الى هذه الحلقه من حوار الساعه. في القسم الثاني في حوارنا مع استاذ طلال سلمان نتحدث فيه عن صحيفه السفير، يودع فيها القارئ العربي هذه الصحيفه التي رافقته لمده 43 عاما. ليست يعني فتره سهله او عمر صغير، 43 عاما رافقتم اجيال استاذ طلال. وانا اعلم جيدا ان هناك يعني ناس بكوا في الواقع لأنهم سيفتقدون إلى هذه الورقة صباحا، يفتقدونها بشدة يعني، وكأنهم يفتقدون حدا من عائلتهم. هناك أزمة كما قلت في السفير، هناك أزمة أيضا في النهار، يعني أيضا لا تقل عمرا عن السفير. هذه الصحيفة اللبنانية تتحدث عن أزمة في الإعلانات وفي غيرها، ولكن أيضا هناك من يقول أن هناك أزمة في التحديث في الصحف اللبنانية. يعني فقدت الصحف اللبنانية قدرتها على محاكاة القارئ بماذا يريد. هل فعلا هذا ما لمستموه في الآونة الأخيرة، خصوصا مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، مع ظهور المواقع الإلكترونية التي بدأت تفقد ربما الصحف وهجها؟ يعني قد يكون هذا سبب، ولكنه سبب يعني متأخر. في بداية كنا نتحدث عن فترة أو مرحلة إطلاق السفير، كانت المنطقة العربية تتأجج أفكاراً وآراءاً وصراعات سياسية وحركات نضالية. الآن نعيش زمن الحروب الأهلية، وكمان كان في حروب أهلية في لبنان يعني أيضاً. لا مسحة الحرب الأهلية بلبنان، يعني كانت يعني 30 سنة مسحة؟ لا مش 30 يعني؟ سنة عملياً يعني إذا بناخد فترات الاحتدام كان بعدين كان في عنا ثورة فلسطينية. بلد مساحته يعني صغيرة ومحدودة، في 30 طائفة، وإجت ثورة حقيقية، وفي عدو عظيم اسمه العدو الإسرائيلي شرس وقوي ومتغلغل، متغلغل في لبنان ومتغلغل في أرجاء المنطقة. وبالتالي الحرب الأهلية اللبنانية كانت مجموعة حروب، مش اشتباكات بين اللبنانيين. كان في العمل الإسرائيلي بدرجة أساسية، لأنه كان في العمل الفلسطيني بلبنان، كان في التراجعات العربية، كان في الانتكاسة العظيمة في مصر، يعني خيانة السادات، يعني هذه كمان جزء أساسي من أسباب الحرب الأهلية بلبنان.
ضياع المقاومة الفلسطينية وطردها من الأردن وعبورها إلى لبنان واستقرارها في لبنان بقياداتها ومقاتليها اللي انتشروا بكل أنحاء لبنان وببيروت بشكل خاص وتاهوا عن فلسطين، ما هذا سبب إضافي. هذا أيضا أسهم في إفساد الحركة الوطنية اللبنانية. هذا كله هيك كلها عوامل. في أطراف لبنانية راحت على إسرائيل وتعاونت مع إسرائيل ضد المقاومة بذريعة ضد المقاومة الفلسطينية، فإذا كان في مجموعة حروب أهلية وعربية ودولية وإسرائيلية موجودة عم تنغل بالبلد، ففجرت البلد. ما كانش موضوع خلاف بين مسيحي ومسلم بالبلد، ما يحوى هذا المسلمين والمسيحيين موجودين. فإذا يعني بده ياخذ الواحد الصورة الكاملة. الآن في أنظمة عم تتفجر، إما لأنها تخلفت ولم تعد في مستوى طموحات شعوبها، إما لأنه إجا الاحتلال الأمريكي مثلا دمر العراق، فجر العراق وفجر فيه كل الغرائز والمذهبيات والطائفيات وكذا والآخرية. زائد أنه في أنظمة عربية يعني مش بس رجعية، متواطئة على الأمة، متواطئة على شعوبها، مستعدة تتواطأ مع إسرائيل ومع الأمريكان ومع أي طرف ضد شعوبها، ضد نهضة شعوبها. في ليبيا اندثرت، في مصر غارقة في جوعها وفي تعتيرها وفي فقرها الفظيع، في الجزائر غايبة عن الوعي، في فلسطين اندثرت تقريبا كقضية. ففي زمن آخر في بالدنيا العربية كلها سوا، في زمن آخر لم تجد فيه السفير مكانا لها. مش بس أنا، حتى أنت ما بتلاقي فيه مكان حقيقي لك. أي مواطن عربي اليوم تايه مش عارف وين. هاي التكنولوجيا اجت بعدين يعني، وطبعا إلى تأثيراتها المهمة، وأنا يعني كأي بني آدم بيحترم عقله وبيحترم التقدم العلمي يعني وبيعرف أنه هذا لخير البشرية بشكل عام. فلأننا في حالة الضياع الفظيع هذه، لأننا في حالة افتقاد الروح، افتقاد الذات. اليوم واحد منهم يعني مش عارف بكرة كيف بيكون. طيب شو مستقبل سوريا؟ شو مستقبل العراق؟ شو مستقبل مصر؟ شو مستقبل ليبيا؟ شو مستقبل اليمن؟ عرب نازلين تذابح فيما بينهم، أنظمة يعني متخلفة من العصر الجاهلي عم تتحكم بشعوب وبمقدرات أمة. هذه كلها عوامل يعني ما بصير إنه الكمبيوتر، إيه الكمبيوتر عنصر، بس أعطيني المناخ المؤاتي. لا، الجريدة بتقدر تفرض نفسها رغم وجود الكمبيوتر. طيب ما هذه الجريدة بأمريكا بعد موجودة. أستاذ طلال، تعترف بأنك يعني بعد ما سمي الربيع العربي لم تعرف أي موقف ستتخذه؟ يعني أنا كنت مع الربيع العربي بالمطلق. مع يعني الربيع العربي بالمطلق، ولكن هذا الربيع بعدما تطور خصوصا بعد الحالة السورية شعرت بأن الموقف لم يعد واضحا بالنسبة لك. سوريا حاولوا يعملوا حرب أهلية، ما كانش ربيع عربي. هذا تماما ما أقصده. أنا بأخذ هذا تماما ما أقصده. لحظة، خلينا نميز. في تونس ثم في مصر، بعد ذلك مش ربيع عربي، بعد ذلك صار شيء تاني، صار مشاريع حرب أهلية. الربيع العربي وقت انتفض الشعب انتفاضة حقيقية بتونس مثلا وسلمية وخلع الحكم، بمصر نزلت ملايين على الشوارع وخلعوا الحاكم. بسوريا بدأت سياسة تحريرية مثلا، عفوا، للسفير في سوريا في البداية كانت مع التغيير يعني، ونحن نذكر واليوم نحن مع التغيير بس ضد الحرب الأهلية. نحن مع التغيير يعني، بس وقعتم في لا في أبدا. لما دخل السلاح عنصر أساسي صار لا، ما عادش حرب، ما عادش انتفاضة، صارت حرب أهلية. اتخذتم موقف يعني مع النظام. لا، نحن ضد الحرب الأهلية. نحن ضد هؤلاء الذين جاءوا يقاتلون النظام. شعب سوريا له حق يخلع النظام 50 مرة، بس تركيا وقطر والسعودية وكل أوباش العالم إجوا داعش عن النصرة. لا، هودي مش انتفاضة. من هو عدو العرب الآن؟ عدو العرب أولاً إسرائيل، ثانياً إسرائيل، ثالثاً إسرائيل، رابعاً إسرائيل، خامساً إسرائيل، داعش إسرائيل، النصرة إسرائيل. حتى لو كانت شعاراتهم الإسلامية عم تغطي الأفق، كل من يزور هوية الأمة هو عدو الأمة. هذا الخلاف اللي جايب لبدأن وكذا والآخرية، هذا عدو الأمة. حامل لي راية الإسلام زورا وبهتانا. أي مواطن من الشارع هو المسلم، حتى لو كان مسيحي، حتى لو كان درزي، حتى شو المسلم؟ مسلم يعني من سلم أمره لله، يعني من آمن بوحدانية الله. يعني التفاصيل الأخرى هذه يعني الآن المواطن العربي مخير بين الحرية والأمن؟
بين أن يختار يعني لم يعني هو يريد أمنه ويتخلى عن حريته. هل نحن أمام هذه المعادلة الآن؟ المواطن يمكن يتمر عليه فترات يهمد يقمع يضرب يسجن، بس يعني أنا مؤمن إنه هذا حيرجع، الانتفاضات حتكمل لأنه كلها أنظمة موجودة أنظمة. بس أنت انسحبت من المعركة. يعني كل ما تقوله الآن هو يعني أعطيك أنا شعوري الخاص، يعني أنت تتحدث فيه إحباط، إحباط لجيل الشباب من الصحفيين، إحباط لمؤسسات إعلامية كالميادين مثلا. نحن نتخذ شعار البوصلة هي فلسطين، يعني أنتم أيضا لديكم هذا الشعار على مدى 43 عاما. هذا الانسحاب من المعركة أستاذ طلال يحبط الآخرين الذين يحملون هذا المشعل هذه القضية. قاعد بمكتبي حضل أكتب وأعمل موقع وأكتب، يعني في 4-5 جرائد عرض علي اني اكتب فيها، رح اكتب فيها. انا تكتب في جرائد يعني اخرى؟ انا عم بكتب انا اليوم عم بكتب بالشروق بمصر، والمقال نفسه بتاخده فلسطين، جريده فلسطين بالقدس. وفي يعني طبعا بختار اين اكتب. المصري اليوم عم ترجع تنقل المقال عن القدس، والقدس بتنقله عن الشروق وماشي. وفي ستفتح موقع الكتروني فقط؟ لا اريد ان اذهب عن هذه المعلومه. يعني حيكون لي موقع الكتروني بكتب فيه سياسي، باسمك طلال سلمان.com يعني بكتب فيه سياسي وبكتب فيه ثقافي، مثل ما كنت اكتب. كنت اكتب هوامش بيوم الايام، كنت اكتب يعني. سيكون فيه كتاب اخرين يعني او فقط موقع لك؟ لي بلوج يعني بلوك. نوع من البلوج يعني حتى اكون يعني حتى اولا انا يعني ضل موجود بشكل ما، ضل ارضي غروري انه انا كاتب وانه الي جمهور. نعم. لا وضل عندي منبر لحتى اعبر عن نفسي. الجريده يعني في جزء منها كلفه ماليه. انا لست قادرا على على اعباء هذه المؤسسه اللي يعني مكلفه جدا جدا جدا، ويستحيل على اي فرد حتى لو كان وارث مليارات انه يكمل بالجريده، خاصه بظروف من هالنوع. استاذ طلال، سقوط السفير يعني بداية سقوط الصحافة الورقية في لبنان؟ إيه إلى حد ما. تتوقع أن يكون هناك يعني مؤسسات أخرى تغلق؟ يعني حسب ما عم تسمعوا ونحن عم نسمع، يعني طبعا يعني الزملاء بالنهار عندهم أزمة، زميلي النهار عنده أزمة كبيرة، وبعتقد بقية الصحف يعني مع احترامي لكميات توزيعها، بس بعتقد عندها أزمات. هلا ممكن تكون مرتبة أوضاعها على صغير يعني على حجم معين، بس مستحيل. الأخبار ما عندها أزمة على ما نعلم يعني. الله يوفق. طيب يعني ما هذا مش مجال لحتى الواحد يعني يحكي ما لا يحكى، بس بالآخر هذه الجريدة في إنفاق وإنفاق متعاضم، يعني في ورق وفي بشر وكلفة بشر وناس وكلفة طباعة. فإذا والمدخيل أقل بكثير من هذه الأكلاف، الموازنة ما بتزبط. نعم. هلا كل مؤسسة يعني هي حرة كيف بتتصرف، كيف بترتب أمر التوازن عندها. وأنا بتمنى الخير للأخبار ولغيرها، وإن شاء الله بضلوا يصدروا إلى أبد الأبدين. يعني ما بالعكس يعني، خاصة الأخبار يعني أولادنا هودي يعني. الله يرحمه جوزيف سماحة اللي أسسها، معظمهم كانوا في السفير، وإبراهيم وكل الزملاء الباقيين. وبالعكس يعني أنا بحس إنه هيدي يعني بشكل ما يا بنت يا شقيقة يا يعني للسفير ورديف وحليف وكله. نعم. وبتمنى إنه الله يمد بعمرهم قد ما بيقدروا، بس هذا استثناء يعني. هذه جريدة إلى هوية سياسية معينة، هذه الهوية تحميها إلى أجل ان شاء الله يكون غير معلوم. طيب استاذ طلال، يعني لا يمكن. خذي راحتك، خذي راحتك، اي لا شيء يمكن. لا والله ما عندي حرج يعني، ما عندي حرج بشيء. بس نحكي شوي يعني امور لها علاقه بالصحيفه، يعني بما تركته السفير من ارث في هذه المكاتب، في هذه الأروقة، في هذا المبنى، مرة أهم يعني المثقفين والسياسيين والصحفيين في العالم العربي. هذا الشيء بيشرفني إلي أنا على المستوى الشخصي يعني. إلى من تفتقد أكثر، من تفتقد من الشخصيات؟ أكثر شيء للذين يعني توفاهم الله، لأنه هذي لن يعوضوا يعني إبراهيم عامر مثلا اللي كان معنا بالتأسيس،
بفتقد حلم التوني. صحيح بعض الطيب بصر بأواخر العمر اللي يعمل الشعر تبع السفير، يعني اللي إلها فلسفتها إنه مش بس إنه حمامي، هذه حمام زاجل إنه صلة وصل بين المشرق والمغرب. وبعدين اللون البرتقالي مقصود، هذا برتقال فلسطيني، يعني مش ما في شيء عبثي. صوت الذين لا صوت لهم كمان يعني مقصود تحديدا، يعني كل شيء كان بالسفير مقصود وله معنى. بفتقد جوزيف سماحة طبعا، بفتقد كل اللي يعني كتبت عنهم، كل اللي غيابهم الموت، يعني بفتقد أسعد المقدم، وبفتقد يعني الياس عبود، وبفتقد يعني زملاء تركوا وراحوا بس يعني بعدهم بالبال وبعدهم بالقلب. بفتقد ياسر نعمي، وبفتقد باسم السبع، وبفتقد فيصل سلمان بطبيعة الحال، وبفتقد معتز ميداني. وبفتقد يعني اختلفتم في السياسة، يعني أسست السفير كانت معكم مين؟ وحصل اختلاف في السياسة في الرؤية للكثير من الشخصيات، يعني حتى من اللي ذكرتم بعد مثلا مرحلة، خصوصا بعد اختيار رئيس رفيق الحريري استاذ طلال، يعني هناك حصل شرخ كبير في لبنان. أنت كيف تعاطيت مع تبدل المواقف السياسية على مدى كل هذه السنوات لدى الأشخاص الذين عرفتهم، الذين كانوا يعني أصدقاء في التأسيس؟ يعني في صداقات بتكون يعني أحيانا، مثلا ذكرت الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري، رئيس رفيق الحريري نحن تعرفنا عليه بالشام أول شيء، تعرفنا عليه ب82 وصار يتردد على بيروت ويمر علينا ونلتقي، وأصلا محاولة الاغتيال جريت أنا وراجع من عنده، يعني ما كانش رئيس وزارة ولكن يعني بعد عنده هذا النفوذ وهذا الحول والصول يعني بالبلد. يعني وصل رئيس وزارة بعد 7-8 أشهر كنا مختلفين وعطلنا ورحنا على المحكمة. بعد اغتياله طبعا صار في زلزال بالبلد، زلزلت الارض بالبلد، يعني تضافرت عناصر عديده. يعني اولا هو كان شخصيه كبيره وكان له تاثير كبير ما في شك، صحيح، وكان يمكن اكبر سياسي موجود بلبنان بتاثيراته بعلاقاته بسوريا بالرئيس حافظ الاسد، بعدين بالرئيس بشار الاسد، علاقته بالسعوديه بالملك فهد بشكل خاص، علاقته بفرنسا خاصه مع رئيس شيراك، علاقاته العربية الواسعة. أكيد يمكن كان أكثر شخصية لبنانية عندها علاقات عربية ودولية، وبالتالي كان شخصية كبيرة، وأكيد اغتياله عمل زلزال بالبلد، وفي كتير ناس ضاعوا، وفي كتير ناس يعني غيروا جلدهم وغيروا مواقفهم وغيروا كذا، وأكيد هذا أثر علينا كمان مثل ما أثر على كل الناس ومثل ما أثر على كل المؤسسات وكل الصحف. بين الفجيعة بخسارته وبين الانقلاب السياسي اللي صار، نحن كنا ضد الانقلاب السياسي اللي صار بدريعة وبحجة وباستغلال دم رفيق الحريري. نحن حاولنا نحافظ على خطنا، حاولنا نخفف شوي لهجتنا احتراما لمشاعر الناس اللي يعني حسوا اليتم بعد اغتيال رفيق الحريري. ونحن انا اخر ليلة كنت عنده لرفيق الحريري 1:30 تقريبا، وصباح الاغتيال كان في حديث له عنه عماد مرمل بالسفير. اختلفنا كثير مع الرئيس الحريري، وقلت لك وصلنا على المحكمه. بس هو شخصيه غنيه، وغنيه مش بس بالفلوس، اولا حيوي نادره ما شفتها انا بسياسي لبناني، من 6 الصبح ل 12 بالليل وحده بعد نص ليل ممكن تلاقيه على التليفون. بعدين عنده عقليه رجل الاعمال اللي يعني شيل، يعني انه ما بجادل كثير، يعني اي موضوع بده ياخذ فيه قرار بياخذ قرار، ما بيتردد وبالتالي بيغلط كثير وبيكون احيانا كثير على الصواب. هل ترى في سعد الحريري استمراريه لرفيق الحريري؟ لا شخص اخر ربي بمناخ اخر. من تسمي الان الشخصيات اللبنانيه رجل دوله الان في لبنان؟ يعني ما بدي فاضل وما بدي فوت يعني لا بمزاده ولا بمناقصه. سليم الحص الله يطول بعمره ويعطيه الصحة. الباقيين يعني انه في ناس في الحكم الان، يعني مثلا في الحكم الان موجودين في الحكم، يعني بفضل نحكي عن الناس الطبيعيين العاديين اكثر. بالحكم مش طبيعيين. يعني انت عم تقول لا قلت العكس اللي انت يعني انه هودي يعني حكام وزراء ونواب وكذا، بس مش قادة. لا ما في. طيب.
استاذ طلال، السفير ارتبط اسمه بكبار سعد الله ونوس، ناجي العالي، محمود درويش، كثير يعني لا اريد ان اذكر لانني انسى اسمه، لانه انا وفاخر وبعتز. انت ذكرتك قويه كثير يعني اسم الله انت شو على الخشب انا قلت حتى بالمقال قلت اكيد يعني في المقال الاخير ذكرت اسماء كثيره قلت اكيد كتبهم لا ولا بس يعني الحمد لله يعني كان عندنا واحده من المزايا انه الذاكره منيحه يعني وكانت السفير تأسست يعني لديكم حلم هو تحرير فلسطين تخيلت يوما ما كيف سيكون العدد والمنشط الذي سيصدر يوم إعلان تحرير فلسطين يعني صعب صياغة الحلم بعنوان بس أكيد هذا بيكون العيد العيد فقط تكتب العيد يعني بالمنشات العيد بس اخيرا جاء العيد اخيرا جاء الانسان العربي اخيرا جاء الحلم العربي تحقق اخيرا جاء الانسان ولد الانسان العربي اخيرا بصير في امل بالدوله العربيه اخيرا بصير في امل بمستقبل عربي حقيقي طالما هذا امتحاننا الاعظم تحرير فلسطين هو ولاده العرب هو طبعا لانه حاليا اندثار العرب هذا مهددين بالاندثار العرب عجزهم عن تحرير فلسطين شهاده ضدهم انهم ليسوا بالمستوى ده من هم العرب استاذ طلال اليوم من هم العرب مزق مزق لا من هم يعني يتحدثون اللغه العربيه هم من يتحدث اللغه العربيه هم من ينتمي الى جميع الدول العربيه هو من شو مين يعني طيب. في ازمه هويه لا شوفي قبل 100 سنه عشنا ازمه اخطر من ونهت الأمور يعني بنهايات القرن 19 بداية القرن 20 كنا بأزمة هوية حقيقية يعني العثمانيين كانوا دعوة سولنا الهوية ومزقونا تمزيق فظيع وبعدين اجوا الإنجليز والفرنسيين شتتونا وقصموا البلاد يعني مسكوا مقص ويلا مطرح بدهم يقصوا مطرح بعد فترة بلش يصير في حالة نهوض فكرية بلش يعني يمكن بلشت مصر كانت أهم مراكزها اسكندرية ثم القاهرة والمفكرين العرب لبنانيين وشوام مثل ما كانوا يسموهم بمصر تجمعوا بمصر كان الهامش بمصر نتيجة الاحتلال البريطاني كان أوسع شوي لأنه هونيك عم بيعرضوا الفرنسوي فالإنجليز سامحين فأنشئت يعني بلشت طلعت دار الهلال طلعت المقتطف طلعت الأهرام واللي أنشأوها كلها لبنانيين وشوام يعني من سوريا وبلشت تدريجيا وبلشت يعني نهضة تتوالد وطبعا كان في بمصر كان الشيخ محمد عبده والأزهر عبده العظيم وبعدين بلش المفكرين المصريين الكبار يعني تعتقد أن فقط وبعدين طلع طه حسين طبعا كان قبل في رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده بس أنا تبقى لدي دقيقتين أنا لا أقصد مقاطعتك متى ستتحرر فلسطين برأيك عندما تسترد الأمة إرادتها أمة مستعبدة أو مرتهنة للاستعمار الأجنبي أو لحكام التخاذل والخيانة والتواطؤ وكذا يعني رهنوا القضية وباعوها يمكن النفط كمان كان عامل أساسي في تدمير معنويات الأمة يمكن فلازم تصير الأمة أقوى من النفط لازم تصير الأمة أقوى من إسرائيل بمعنى إرادتها وحدتها توحدها بالأفكار أساسا ثم بمشروع سياسي طيب ما الحركة الصهيونية شيء وافد غريب هجين ما لهش علاقة بالمنطقة بس قدروا نظموا كان في عقيدة معينة وطبعا كان في دعم دولي غير محدود شرقا وغربا بس كان في عصبية وعصب تنظيمي حديدي وعملوا فرق انتحارية وعملوا مجموعات مستوطنات وعملوا قتلوا من شعب فلسطين قد ما وبعدين عملوا جيش فعلا بس عملوه برا واجا الجيش جاهز هدي فلسطين احتلها الجيش اجا بالمراكب جاهز ونزل اقوى من كل الجيوش العربية انذاك ولذلك انتصر مش
كان في شوية متطوعين عرب يا فلسطين جينا لك حملوا البنادق وراحوا بوجه دبابات بوجه طيران بوجه كذا والأخرين. كانت يعني كاريكاتير يعني بمعنى في حماسة عظيمة في إرادة ممتازة بس ما فيش إمكانيات. كلمة أخيرة يعني كلمة يعني أو كلمتين للسفير يعني ولموظفي السفير ماذا تقول؟ شوفي أولا السفير ستبقى في ضمير الناس بالتأكيد هذا هي قناعتي. زملائي وإخواني وأهلي في جريدة السفير يعني أنا مقدر تضحياتهم مقدر سهرهم مقدر تعبهم وبعتقد إن هن يعني قدموا قدر الطاقة من الجهد والكفاءة والإيمان بالسفير كجريدة وكقضية. طبعا بتمنى الله يوفقهم حيث ما يعني استقر بهم المقام وأكيد أكيد بقدر ما يحفظ تاريخ السفير سيحفظ تاريخه لأنه أنا مش وحدي أنا عملت السفير أنا واحد من اللي صنعوا السفير مجد السفير صنعوه 500 700 1000 1500 2000 بني آدم اشتغلوا بالسفير ابداء من عمان مطبعة انتهاء من رؤساء التحرير مديرية التحرير سكرتيرية التحرير المنفذين الإخراج الفني كل من عمل في السفير في له يعني كان له دور وجهده يعني مقدر ومحفوظ في السفير بما في ذلك القهوجي والاستقبال وكذا والاخر يعني كنا اسره حقيقيه يعني بالمعنى يعني ما بتقدر تميزي بين مدير التحرير واللي واقف برا واللي واقف على العمود واللي واقف كذا كنا يعني عندنا علاقات اخويه وعائليه حقيقيه يعني. استاذ طلال نقول الى اللقاء. طبعا الى اللقاء. شكرا لك طلال سلمان على هذا اللقاء في حوار الساعه و إلى اللقاء في محطات أخرى. يا أهلا وسهلا. وشكرا أيضا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة من حوار الساعة. إلى اللقاء. يعني قضينا صعوبات بالاجتياح المنامة هون تروح وتجي بس ما تقطع الشغل لو على روحك بدك تأدي قد ما بحكي شدي مشروع يعني نحن بنرجع بنقول على أمل على أمل ما بقدر نحن بنفتخر انه كنا اولا نطبع السفير وكنا نطلعها من افضل الصحف والمطبوعات. اسمي محمد وفيق السبع. هذه خساره كبيره للبنان وللشعب ولاهالينا ولعيالنا. حزن ومأساة علينا نحن ربينا بالجريدة ربينا كأسرة السفير أسرة كتير كبيرة. أنا وليد الجويش معلم طبع صرنا من سنة 92 هون. حسن فيتروني نتمنى أنه ترجع أيامنا وإن شاء الله ترجع أيامنا بس تفاؤلوا بالخير تجدوه. كل واحد كمال عبود اسم المونتاج وفاء كمال جود يعني اخر نهار هذا مثل بيفرق ولد من اولاده محلك التمرين